ومعانا دلوقتي الاستاذ احمد عباده مدير قطاع العمليات لشركه تذكرتي. احمد ازيك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام. احمد، في الاول عايزه اعرف ايه الخطه اللي تذكرتي بتمشي عليها عشان حدث كبير زي ده؟ طبعا حدث كبير زي ده تذكرتي بتحضر له بقالها اكتر من 3 شهور. طبعا بيكون في تنسيق ما بين كل الديبارتمنتس عندنا في الشركه، وبعد كده بنعمل فريق عمل كبير عشان نتاكد احنا مغطيين كل التفاصيل اللي ممكن تساعد الناس انها تعرف تفاصيل اكتر عن ديزني وتقدر تحجز التيكتس بتاعتها. بيكون طبعا في تيم مسؤول عن الكول سنتر، تيم مسؤول عن السوشيال ميديا، وغير طبعا شبكه الفروع بتاعتنا والبوكس اوفيس اللي بتساعد الناس انها تحجز التيكتس بتاعتها عشان تقدر تيجي. هايل هايل. طب يعني بخصوص الجمهور بقى، في حاجات اكيد مهم ان هم يعرفوها، ايه هي التعليمات اللي الجمهور لازم يعرفها عشان الدخول؟ يمكن يعني اهم حاجه طبعا الجمهور يبقى عارفها ان هو لازم يجي على الاقل ساعه بدري عن الشو اللي هو حاجزه. سامعين؟ عشان تجربه الدخول تبقى سهله ويقدر يدخل ويلحق يتصور مع كل الحاجات الموجوده عندنا في الريد كاربت ويقدر يلحق الشو. الدخول بيكون من المين جيت بتاع استاد القاهره اللي هي بوابه الرشدان. تمام. وبيكون في باركنج جوه الناس تقدر هي دي اهم حاجه. الباركنج متوفر طبعا عشان كذا حد سالنا على الموضوع ده، في باركنج الناس تقدر تركن فيه تدخل على طول. يمكن عمليه الدخول ما بتاخدش يعني ممكن يعني 2 أو 3 دقايق وبتكون بقى كل الناس جوه الشو. الحاجات الممنوعه ممكن ابرزها الكاميرات الكبيره البروفيشنال او الكاميرات الكبيره دي، اكيد يا ريت لو الجمهور ما جيبهاش معاه، بس كده دي يعني ابرز يعني الارشادات يعني. حلو قوي قوي. طب ايه رايك في الاقبال لحد دلوقتي؟ شايفين الاقبال على الحدث ده عامل ازاي؟ طبعا الاقبال كبير قوي وده حاجه طبعا بسطانه كلنا. يمكن نقدر نقول ان احنا بعنا لحد دلوقتي اكتر من 85% من التيكتس. الحقوا يا جماعه التذاكر قربت تخلص. وبالمناسبه دي برضو احنا حابب اوضح ان هيكون في بوكس اوفيس او شباك تذاكر هنا في الاستاد عشان لو حد ما لحقش يجيب التيكتس يقدر يجي ويشتري التيكت بتاعته ويدخل على طول يعني. هايل هايل، دي حاجه هايل. بشكرك جدا جدا، بشكرك ان انت معانا النهارده. ودلوقتي هنروح نشوف نسمه او مريهان بتعمل ايه على الريد كاربت.